برحب بيكم في حلقة جديدة. النهاردة فيديو جديد هنتكلم فيه عن الطاقة العاطفية لكل برج من الأبراج ونصائح عاطفية سريعة بتتماشى مع طاقة كل برج، الطاقة أو الفايبس بتاعته المسيطرة عليه في الأسبوع ما بين 27 ده كان امبارح 27 يوليو لحد يوم 10/8، يعني مدة تقريبا 3 أسبوعين. يعني كالعادة بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتتابعوني على السوشيال ميديا، على الانستجرام على رشا مراد اندرسكور، على الفيسبوك على رشا مراد بالعربي بالانجلش، وتعملوا شير كتير كتير عشان صحابكم كمان يستفيدوا من قراءة الطاقة بتاعتهم الخاصة بالفايبس ونصايح مهمة جدا. طيب خلونا نبتدي اول حاجة ببرج الحمل. برج الحمل طاقتك المسيطرة عليك دلوقتي هي طاقة ندم، يعني تشعر بالندم على حاجات خاصة بالماضي بتاعك، ممكن تكون متضايق من حاجات عملتها، مثلا تصرفت تصرف وبعد كده لقيت انه ما كانش التصرف مناسب، حاسس ان انت يعني كنت بعت او تخليت عن الناس بسهولة جدا واكتشفت بعد كده الناس دي اللي انت ظلمتهم، بعد كده ممكن تتضايق ان هما رد فعلهم كان قاسي معاك برغم ان انت اللي ابتديت الغلط او ان انت اللي ابتديت المشاكل في البداية. فنصيحتي ليك يا برج الحمل، حاول ان انت تبعد شوية لان زنك دلوقتي او ان انت تبقى عايز تاخد اكشن بسرعة وانت كنت الغلطان مش هيجيب نتيجة، فشايفة ان انت ندمان على شخص انت بتحبه، حاسس ان انت خسرته وانت فعلا ممكن تكون خسرته بتصرفك، خسرته بطريقة اللي هو الاكشنز المبخته بتاعتك يا برج الحمل. فاحسن طريقة ليك دلوقتي هو ان انت ترجع لورا وتتفرج شوية وسيب الزمن يداوي هذه الجراح. طاقة ندم قوية تسيطر على برج الحمل. تاني برج عايزين نتكلم عنه، قولوا لي يا جماعة كل برج الطاقة دي بتتفق معاك ولا لا. تاني برج هو برج الكانسر، سرطان عندك طاقة تردد قوية جدا جدا، متردد، عندك قرارات كتيرة لازم تاخدها وانت مش قادر تاخد القرارات دي، فأكتر طاقة مسيطرة عليك هي طاقة التردد وعدم القدرة على أخذ القرار المناسب. أنت ممكن تكون في حاجة عايز تاخدها بس قلبك مثلا بيوجعك، قلبك مش مطوعك، مش قادر تاخد قرار حازم في موضوع معين مع إن الموضوع ده مهم جدا، أو عندك حاجة معلقة ولا قادر تسيبها ولا قادر تقرب منها، فبالتالي أنت لوس كده مش عارف اللي هو مش قادر أقرب مش قادر أبقى. ممكن يكون عندك شوية عدم رضا أو unsatisfaction وحاسس برضو بحنين الى شخص من الماضي، الشخص ده ممكن تكون انت اللي غلطت في حقه يا برج السرطان ومش قادر تنساه، فبالتالي عندك اللي هو يعني طب ما هو غلط معايا بس انا مش قادر انساه، فهذه هي طاقة التردد اللي انا بقولك عليه. في شخص كمان بتراقبه في صمت يا برج السرطان، الشخص ده انت مش عايز تعرف ان انت بتراقبه، مش عايزه يعرف ان انت بتراقبه، بس انت بتراقبه وانت خايف عليه او قلقان عليه. حاول يا برج السرطان تتحكم في مشاعرك اكتر من كده، وهناك قرار مهم يجب ان تاخده في حياتك العاطفية. ندخل بعد كده لفيرجو. فيرجو انا النصيحة دي بقى لي 3 شهور بقولها لك، اختار العطاء المناسب للشخص المناسب. في شخص او اشخاص انت اديت لهم كتير جدا اكتر مما يستحقوا لدرجة ان هما شافوا نفسهم عليك، بقوا بيتنكوا عليك، بقوا بيتغروا عليك مع ان انت الأبر هاند في العلاقة دي، بس انت من كتر طبتك ومن كتر عطائك ومن كتر ما انت اديت في العلاقة بالزيادة الناس دي بقت شايفة نفسها عليك. لا، محتاج ان انت تقف مع نفسك وقفة قوية وما تشتريش حد بيعك يا برج العذراء، اقف مع نفسك وما تهتمش وما تفكرش في حد هو مش شريك. ببساطة جدا اي حد عايز يتواصل معاك هيرفع سماعة التليفون وهيكلمك او يبعت لك مسج، فبطل تدور لمبررات على اشخاص وجعوك وتعبوك وعذبوك، حتى لو كنت بتحبهم، حتى لو كنت متعلق بيهم، حتى لو كنت ما بتبطلش تفكير فيهم، بس الناس دي مش شريك زي ما انت شريهم، فما اعتقدش ان هي حاجة صح ان انت يعني تفضل باقي وبتدور وبتفكر في شخص هو اختار بعدك. فبرج العذراء لازم تفوق وتفكر في نفسك وتفكر في نجاحاتك وتفكر في تفوقك وتفكر في اهدافك، وما تفضلش تجري ورا حاجة هي مش بتتقدم ناحيتك، اتقدم ناحية حاجة بتبذل مجهود علشان توصل لك. وعايز اقولك ان عندك سعادة كتيرة حلوة بس محتاج ان انت تصبر. طيب قولولي يا جماعة الطاقة دي متفقة معاكم ولا لا، قولولي اتفرج عليهم فين، انتوا برج ايه، وعايزاكم تعملوا لايك للفيديو وتابعوني على السوشيال ميديا. طيب بعد كده برج الدلو. برج الدلو اكتر طاقة مسيطرة عليك دلوقتي هي طاقة العزلة، انت منعزل متضايق لسبب ان كان في حاجة نفسك فيها وما قدرتش توصل لها، فالموضوع ده مضايقك
حاسس بالوحده والعزله، مش بتتكلم مع ناس كتير، مش بتشوف ناس كتير، ودي طاقه غلط بالنسبه لك. حاسس ان انت وحيد في الحب او وحيد في الغرام، مش لاقي حد تحبه ومش لاقي حد يفهمك، وشايف ان انت مش لاقي حد يحتويك او يفهمك بالطريقه اللي انت محتاجها، حتى لو في ناس بتحاول تحتويك بس مش بالطريقه اللي انت عايزها. برج الدلو محتاجك تسوشيالايز، محتاجك تحاول تفهم انت الناس، بلاش دايما تبقى بترمي اللوم وبترمي العتاب على الشخص اللي قدامك. بلاش عدوانيه برج الدلو، لان دي ممكن تخسرك ناس كتير بتحبك. بلاش تكون اناني شويه، لان الفتره اللي فاتت دي ممكن ناس كتير تكون اتهمك بالانانيه لان انت فضلت نفسك كتير عليهم وان انت ما اديتهمش اي فرص. برج الدلو اخرج من العزلة، فهي غير صحية، وبلاش الفترة الجاية ممكن يكون عندك مشاكل عائلية او مشاكل او حوارات كتيرة مع اصدقائك بسبب عدوانيتك وبسبب طريقتك في الرد. فحاول تتملك اعصابك، ده شخص اصلا بتعرف تسيطر على اعصابك وعلى هدوءك، فبلاش يعني تحكم في اعصابك لانها ممكن تكون سبب في فشلك في حاجات كتيرة جدا. سلام سلام، تعالي شوفي الكلب بياكل ايه ورايا. معلش يا جماعه اصل انا ده لايف، ففي كلب عمال بياكل بيبوظ حاجه ورايا. الكلب بياكل حاجه غلط يا سلام، بياكل في الغساله تقريبا. طيب تعال بعد كده هندخل على برج الثور. يا برج الثور، شكلك تعب ناس كتير جدا. هنا يا سلام، هنا تعب ناس كتير جدا معاكي برج الثور. برج الثور ان انت تخبي مشاعرك وان انت تبقى بتستمتع وانت مش بتبين مشاعرك، بتعذب الشخص اللي معاك وبتبين له قد ايه انت قوي وعندك، هيخسرك كتير قوي. انت حاسس بقوتك دلوقتي وحاسس ان انت الطرف الاقوى في العلاقة، بس في وقت من الاوقات هيجيلك يا برج الثور هتحس ان انت خسرت شخص بيحبك بجد، خسرت شخص عايزك بجد، خسرت شخص كان عنده استعداد يضحي بكل حاجة في الدنيا عشان يديها لك، وانت اخدت الموضوع ان انا يعني وفهمت اهتمام الشخص ده بيك ده غلط، فهمت ان هو عايز يشتريك وعايز يراضيك غلط، مع ان الشخص اللي معاك ده كان شخص قوي. بس انا شايفه اكبر طاقه مسيطره على برج الثور هي طاقه العند. انت عنيد قوي يا برج الثور، عنيد لدرجه ان انت بتاذي نفسك وبتاذي مشاعر الشخص اللي معاك. يعني فوقوا شويه وحاولوا ان انتوا تحتووا الشخص اللي معاك، ولو بتحبوه بجد وحاسين بمشاعر حقيقيه قبل فوات الاوان، لان في وقت معين هتعرف هتمشي بلا رجعه يا برج الثور، او هتحس الشخص اللي معاك ده فاض بيه. انت بتستغل طبته، بتستغل عشقه وحبه ليك ان انت تتدلع او تعمل ما بدالك، بس هو الشخص ده بدا يسأم او بدا يزهق من قله اهتمامك، من غرورك، من قله تعبيرك عن مشاعرك وتعبيرك عن عواطفك. احيانا بيبقى صح ان احنا نبين مشاعرنا للشخص اللي قدامنا لانه ممكن يكون محتاجها، ممكن تكون المشاعر دي هتقف جنبه وهتسبورت الشخص ده بشكل معين. بعد كده خلونا نتكلم عن برج الجدي. برج الجدي اكتر طاقه مسيطره عليك دلوقتي هي طاقه اللامبالاه. انت عندك لامبالاه، يعني مش في دماغك، يعني الدنيا عماله تتهد من حواليك وانا مركز في اللي انا بعمله بس. للاسف عمليتك وبسبب ان انت عندك عملي زياده عن اللزوم يا برج الجدي بيخسرك برضو حاجات كتيره جدا. يعني انت بتفتقر للمشاعر وبتفتقر للحنيه الفتره دي، فالبارتنرز بتوعك متضايقين او حاسين ان انت مش بتعبر عن مشاعرك، مش بتعبر باهتمامك زي اخوك الثور كده. لا، انتوا محتاجين يا جدي ان انتوا تعبروا اكتر عن مشاعركم، ولا مبالاة دي تقللوها شوية، لان الشريك بدأ يسأم من طريقتك وغرورك ولا مبالاتك يا برج الجدي. فحاول ان انت تعبر اكتر، حاول ان انت تحتوي ذلك الشخص ان هو زعلان او متضايق منك. روح شوفه زعلان ليه او انت عملت ايه، لان هذا الشخص حساس جدا. انت بتخبط في الكلام بصراحة او بتتكلم بصراحة اوكي، بس احيانا بتأذي مشاعر الناس اللي حواليك او قلة اهتمامك بتخليهم خلاص يعني بيفقدوا الامل فيك يا برج الجدي. ندخل بعد كده على برج القوس. اكتر حاجه مسيطره على برج القوس هو الانطلاق. هو عايز ينطلق او هو مش بيفكر، مندفع شويه. الاندفاع يا برج القوس، انت مندفع ومش بتفكر صح. يعني انت بتفكر للاسف بطريقه غير صحيحه الفتره دي. راجع الحاجات اللي خسرتها الفتره اللي فاتت بسبب طريقتك. احيانا بنحتاج نغير طريقتنا مع شريك حياتنا او في الشغل او في اي حاجه في الدنيا. انت محتاج تلعب لعبه جديده، تغير طريقه لعبك في اللعبه بتاعتك او في البروجكتس بتاعتك، لان انت بدات رحله الخساره مع ان انت منتعش ومبسوط. وبلاش عند برج القوس، فعندك هيؤدي الى خسرتك حاجات كتيرة جدا. your partner بدأ يمشي وبدأ يبعد، ممكن يفكر في الانفصال عنك لان انت في عالم اخر وسايبه هو
فقلت المشاعر من ناحيتك برضو بتأثر على الشريك يا برج القوس، فحاول تهتم وبلاش شك بلاش غيرة، بلاش شك بلاش غيرة. محتاج ان انت تختار، محتاج ان انت تختار انت عايز الشخص ده ولا مش عايزه. مش عايزه خلاص let it go، سيبه يمشي، اما تفضلش معلق حد معاك يا برج القوس. اكيد القوس فهمني كويس جدا يعني. طيب ندخل بعد كده على برج الجوزاء. برج الجوزاء اكتر طاقة مسيطرة على برج الجوزاء هو طاقة اللي هو مش عارف هو رايح فين، مش عارف هو عايز ايه، التوهان. انت تايه برج الجوزاء، تايه في الحب، تايه في الحياة، مش عارف انت رايح فين ولا عارف الطريق اللي انت ماشي فيه موديك فين. بس كل اللي انت عايزه we are having fun. احيانا fun حاجة حلوة جدا وان انت تبسط في اوقاتك، بس without plans مستقبلية كتير كده ممكن يخسرك كتير. لازم يكون عندك plans، لازم تكون عارف انت رايح فين، لازم تكون عارف انت عايز ايه. وبطل تهرب من الحب، بطل تهرب من المشاكل. sometimes لازم تواجه علشان تقدر تنجح وتخترق هذه المشاكل يا برج الجوزاء. فرسالتي ليكو واجهوا وشوفوا، حددوا انتوا عايزين ايه، اتكلموا مع نفسكوا، اعرفوا نفسكوا، افهموا انتوا محتاجين تروحوا فين يا برج الجوزاء. طيب بعد كده خلونا نتكلم عن برج العقرب. برج العقرب، برج العقرب طاقتك غريبة جدا. طاقتك انت خسرت حد بتحبه اوريدي يا برج الجوزاء، ودلوقتي متعلق بوهم، متعلق بحاجات ملهاش لازمة. بس الحاجة اللي عايزة أكدها لك إن الشخص اللي انت خسرته أو الشخص اللي انت بعدت عنه هو شخص لا يعوض، أو ممكن ما تقدرش تسترده تاني في حياتك بسبب إن انت اتبسطت بالوهلة الكذابة اللي حواليك. ممكن تكون اخترت غلط أو اخترت الحاجة بسيطة تحت رجليك في الريليشن شيب اللي انت فيها دلوقتي، فخسرت شخص من الماضي كان بيحبك جدا، كان عنده استعداد يعملك حاجات كثيرة جدا عشان يكون معاك. فانت بتستمتع استمتاع لحظي، بعد كده الكرة هتتحول ضدك يا برج العقرب. تعاملت ببرود مع شخص كان عايزك، كان بيحبك، كان رجع لك من الماضي عايز فرصة معاك، واخترت الشالو، اخترت ما كنتش عميق، كنت سطحي، ولكنك سوف تندم ندما شديدا يا برج العقرب على